السلام عليكم طلاب الصف الأول المتوسط. درسنا لهذا اليوم هو المتباينات وطريقة حلها. نعرف شنو المتباينة، تعريف هناك مجموعة من القواعد تطبق بشكل صحيح حتى نفرق بين المعادلات والمتباينات. نجي إلى تعريف المتباينة. تعريف المتباينة هي جملة رياضية مفتوحة، هي جملة لاحظ رياضية مفتوحة تحتوي على الرمز، تحتوي على أحد الرموز التالية، أحد الرموز التالية. هناك أكثر من رمز. العلامة بهذا الشكل الأولى، العلامة الثانية. قراءة هذه العلامات يجب تكون من جهة اليسار حتى يكون باتجاه واحد صحيح. العلامة إذا نقرأها من جهة اليسار بهذا الترتيب، العلاقة الأولى هنا يصير أكبر ويساوي، هنا أصغر ويساوي، هنا عندي أكبر، هنا عندي أصغر، بمتغير واحد، بمتغير واحد مثل X أو Y أو زد إلى آخر بهذا الشكل. هذه الجملة الرياضية اللي تمثل عندنا شنو؟ المتباينة. هناك مجموعة من الخواص يجب أن تطبق بشكل صحيح، مع الأسف أكثر التدريسيين ما يتطرق لها ويحلها بطريقة المعادلات. خواص المتباينات، خواص المتباينات. أول وحدة خاصية الجمع، خاصية الجمع نتعرف عليها بالرموز وكيفية استخدامها وفائدتها. مثال رمزي 12 أكبر من 7، لاحظ بهذا الشكل العدد 12 أكبر من 7. راح أضيف هنا، استخدم فكرة الجمع، أضيف عدد آخر 12 زائدا 3 أكبر من 7 زائدا 3. الإضافة هنا متساوية للطرفين حتى طالب يلاحظ هنا بهذا الشكل. جمع أحصل ناتج آخر 12 زائدا 3 15، 7 زائدا 3 10. بقت الترتيب أكبر، هنا الترتيب لا يتغير، الترتيب لا يتغير. هذه النتيجة الأولى اللي حصلناها بالرموز. كيفية كتابة هذه الفكرة راح تكون عندنا بهذا الترتيب. إذا كانت الـ A أكبر من الـ B فإن أي إضافة، أي زائدا C راح يصير أكبر من B زائدا C. لكل A B C، لكل A B سي تنتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية. نحن لحد الآن نتحرك في مجموعة الأعداد النسبية، بعدين نتطرق إلى مجموعة الأعداد الحقيقية ونستنتج من أنت هذا اللفظ اللي كتبناه بهذه الطريقة. أريد نعرف الخاصية بالضبط هنا شنو خاصية عند إضافة، عند إضافة النظير الجمعي، النظير الجمعي لطرفي متباينة، لطرفي متباينة فإن الترتيب لا يتغير، فإن الترتيب لا يتغير. هذه الفكرة الرقمية حصلنا من أتى هذه القاعدة، قاعدة عامة. إذن حل المعادلات الخطوة الأولى للتخلص من الأعداد يكون بإضافة النظير الجمعي.
طالب آخر يسأل هل الإشارة فقط جمع أم هناك إشارة سالبة؟ إذا نأخذ خاصية الطرح. اثنين، خاصية الطرح. أيضا مثال بسيط في هذه المجموعة، 9 أكبر من 6. نفس الفكرة الأولى، هذا مثال تطبيقي بهذا الشكل. راح نطرح عدد 9 ناقصا 2، 10 أكبر من 6 ناقصا 2. يجب أن تكون الإضافة بين جانبين متساوية. تسعة يروح من 2 7، 6 يروح من 2 4. أيضا الترتيب لا يتغير، الترتيب لا يتغير. أطبق القاعدة بشكل رمزي. إذا كانت الأي أكبر من البي فإن أي ناقصا سي أكبر من بي ناقصا سي. العملية الأولى إضافة، العملية الثانية طرح. اللي راح أحصل عليه على هذه الفكرة الرمزية اللي استفادتنا هنا لكل هذا الرمز حرف أي بالمقلوب بهذا الشكل، لكل أي بي سي تنتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية كيو. هنا عند إضافة النظير الجمعي لاحظ فإن الترتيب أيضا لا يتغير. هذه القاعدة الأولى، إذا إضافة نظير ممكن يكون موجب وممكن يكون النظير شنو هنا عندنا سالب بهذه الفكرة. هذه الفكرة الأولى في المجموعة، الملاحظة رقم 3. ثالثا خاصية الضرب، خاصية الضرب، خاصية الضرب. عندنا هنا فرعين، الأول أليف، لاحظ هذا الناتج، وبعدين نحكم على القواعد. عندنا هنا 18 أكبر من 12، 18 أكبر من العدد 12. القراءة من جهة اليسار، راح نستخدم نظير ضربي، راح يصير عندنا 18. فكرة هنا الجمع، هنا فكرة الطرح، فكرة الضرب. في 1/3 أكبر من 12 مضروبة في 1/3 بهذا الترتيب، لاحظ بهذا الشكل. 1/3 نظير ضربي. اختصار يصير عندنا بين البسط والمقام، هناك عمليات حذف بس نشير لها. هاي بيها 1، هنا بيها 6. 6 أكبر من، هاي بيها 4، هاي بيها 1 أكبر من 4. الفكرة الأولى، الترتيب لا يتغير، الترتيب لا يتغير. الملاحظة بالرموز، إذا كانت الأي أكبر من البي فإن أي سي أكبر من بي سي، حتى لو كانت أعداد صحيحة أو كسور مهما يكون الناتج. لكل أي بي سي، أي بي سي تنتمي إلى كيو فإن الترتيب لا يتغير، فإن الترتيب لا يتغير. الملاحظة اللي هنا راح تكون عند ضرب طرفين متباينة،
الاستنتاج اللي احصل عليه عنده ضرب طرفي متباينة في عدد موجب فإن الترتيب لا يتغير، فإن الترتيب لا يتغير. عملية الضرب في النظير الضربي الموجب. طالب يسأل هل هناك أكو نظير ضربي آخر؟ النظير الضربي هو مقلوب العدد وبنفس الإشارة، يعني مو عدد موجب وعدد آخر سالب، الفكرة مالتهن يعتمد على المعامل العددي. الملاحظة فرع باء عندنا هنا ال 15، هنا ال 20، خلينا ناخذ رقم آخر، ال 20 أكبر من ال 15، ال 20 أكبر من ال 15، راح نضرب في عدد سالب. أصل عندنا 20 في سالب 1/5، لاحظ الترتيب يصير أصغر من ال 15 في سالب 1/5. طالب هنا أيضا أترك الإشارة، خلي يتأكد الطالب بهذا الترتيب، ما وضح الإشارة بعدين أشير لها، خلي الطالب يختصر يتأكد بنفسه. ال 20 مع ال 5 هاي بها 1، هاي بها 4، صار عندي هنا سالب 4. هنا أيضا كذلك، هاي بها 1، هاي بها 3، صار عندي هنا سالب 3. أيهما أكبر؟ سالب 3 أكبر من سالب 4. العملية ترتيب يتغير، لاحظ بهذا الشكل بالرموز. إذا كانت الأي أكبر من البي فإن أي، هنا أي في سالب السي، استخدمت عدد سالب راح تصير أصغر من بي مضروبة في سالب السي. استنتج سالب أي سي أصغر من سالب بي سي. لاحظ الإشارات البسيطة في هذا الموضوع. الاستنتاج اللي نحصل عليه أن ضرب طرفي متباينة عنده ضرب طرفي متباينة في عدد سالب فإن الترتيب يتغير، فإن الترتيب يتغير. هذه الملاحظة البسيطة اللي اطلع عليها الطالب في الصف الأول متوسط تستمر وياه في جميع مراحله الدراسية. ملاحظة جدا مهمة وخاصة بالإشارة السالبة. هذه القواعد الأولى مع ملاحظاتها البسيطة راح نستخدمها ونوضحها وين؟ على خط الأعداد أولا، ونستخدم في حل المتباينات. الخواص يجب أن تطبق، لا يجوز الحل بدون خواص. هذه الفكرة الأولى. هناك إشارات بسيطة أيضا، ما الفرق بين هذه العلامات اللي بها يساوي بدون علامة المساواة؟ إذن هناك أكو توضيح ثاني، هذا التوضيح الآخر راح نوضحه على خط الأعداد مع إشارات بسيطة للموضوع. الموضوع ليس مطولا بقدر ما بدقة في الإجابة. الفكرة الثانية غير التعريف اللي أشرنا لها، مثل ما يأتي على خط الأعداد، على خط الأعداد. المثال الأول الإكس أكبر من 5، المثال الثاني الإكس أصغر ويساوي سالب 3. القواعد الأولى اللي أشرنا إلها، الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، تستخدم لجميع حالات التباين، سواء كانت أكبر أو أصغر، أكبر ويساوي وأصغر ويساوي، وحسب الملاحظات الاستنتاجية اللي حصلنا عليها. الفكرة الثانية هي
كيفية الاستفادة من الرموز. القاعدة الأولى في المثال المتباين الأولى، قيم X أكبر من العدد 5، أي أن العدد هنا غير داخل، فكيفية الإشارة بسهم لهذه المجموعة؟ أرسم خط الأعداد أوضح فكرة السؤال اللي يريد أشير إليها المجموعة. هذه الأعداد، لاحظ هذا خط الأعداد، أكبر من العدد 5. هنا عندي مثلا 4، هنا عندنا 5، 6، 7، 8، 9 وهكذا. ما هي الأعداد الأكبر من العدد 5؟ هنا تكون العدد 5 غير داخل بالمجموعة. نسوي الحالة، نشير إلى دائرة للعدد. هذه العلامة غير مظللة، أن العدد غير داخل. ما هي الأعداد الأكبر من العدد 5؟ تقع على يمين العدد، هذه الأعداد. مثل عندنا مجموعة الحل أكبر من العدد 5، العدد هنا خلينا إشارة، فإذا كانت الدائرة مفتوحة تمثل عندنا هنا الأكبر أو الأصغر حسب طبيعة العدد بدون مساواة. أما إذا كانت العملية بها مساواة فتكون الدائرة مظللة، أين العدد داخل ضمن المجموعة. أيضا هنا نقدر نعبر عنها بالفترة المفتوحة، أن هذا العدد غير داخل ضمن العناصر، قسم يشير إلى بهذا الشكل، لاحظ بهذا الترتيب، قوس مفتوح. المثال الآخر، مجموعة أخرى من الأعداد، هذا هو خط الأعداد. الأعداد بها أعداد موجبة وسالبة، اختار منها مثلا خط الأعداد، أشير إلى مرة ثانية خط الأعداد، الصفر في المنتصف، الأعداد الموجبة على اليمين، موجب 1، موجب 2 وهكذا. الأعداد السالبة على جهة اليسار، سالب 1، سالب 2، سالب 3، سالب 4، بهذا الشكل. مجموعة الحل لهذه المتباينة، هذا هو ناتجها النهائي، أصغر من سالب 3. أين العدد المطلوب في السؤال؟ هو سالب 3. نضلل الناتج لأن وجود علامة المساواة، لاحظ تضليل للأن. بعدها ما هي الأعداد الأصغر من سالب 3؟ هي سالب 4، فما دون بهذا الشكل، هذا اتجاه الأعداد تناقص. إذن هذا مثل عندنا تزايد، هذا إذا كان بهذا الشكل نرمزنا بهذا القوس المغلق بهذا الشكل أيضا، حتى الطالب يتعلم على الفترات والرموز. هذه الإشارة البسيطة تمثل عندنا كناتج نهائي للمجموعات الأولى والثانية. خط الأعداد يجب أن يرسم حتى مثل عندنا مجموعة الحل، لأن هنا عندنا اختلاف بين المعادلات والمتباينات. هذه الفكرة الثانية، كيفية التوصل لرسم خط الأعداد، إشارة العدد، كيف يكون العدد داخل ضمن المجموعة أو خارج المجموعة. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.